التحية متجددة بحضراتكم من جديد، والتواصل مستمر هنا في هذا الصباح في ميدان سيف العرب أحد أفرع ميدان المرموم في مدينة دبي، حيث الانطلاقات لهذه الفئة العمرية لسن الثنايا تتواصل وتتواصل. أشواط أصحاب السمو الشيوخ شوطنا الثالث الذي يسير بحفظ من الله ورعايته الخاص بمنافسة أيضا الأبكار، ونسير إلى مقدمة الشوط نتابع الصدارة والمركز الأول في هذه اللحظات اللي تتقدم على مقدمة هذا الشوط. وعلى المركز الأول برشلونة تتقدم على مقدمة هذا الشوط وتندفع على المركز الأول بشعار محمد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي، يتقدم على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. الانتقالة تأخذنا إلى المركز الثاني لنتابع القدوم والانطلاق من غبل قطرة اللي تحتل المركز الثاني بشعار مطر بن سالم بالعرطي الحميري، بينما المركز الثالث أرى الانطلاق والوصول على مستوى المركز الثالث في هذه اللحظات الغالية هناك، والوصول من غبلي لهي خيرة لراشد بن عامر بن دعفوس المنصوري تحتل المركز الثالث، بينما ننتقل إلى المركز الرابع لأجد على رابع المراكز شذا لبطي بن محمد بن راشد الأغفلي من يحتل المركز الرابع، بينما نتابع خامس المراكز تتقدم على المركز الخامس سمرة سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي. هكذا النتيجة والندى للخمسة المراكز الأولى المنطلقة في مسيرة هذا الشوط الباحثة عن تحقيق الانتصار في هذه الاندفاعات الجميلة وأشواط هذا التحدي الصباحي. ونعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى البداية وإلى المركز الأول إلى برشلونة، أحد أيضا الأسماء اللامعة في أيضا الكورة، هذا الأسم اسم برشلونة، نادي برشلونة بالفعل يقدم أيضا لنا اسم برشلونة محمد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي على مقدمة الشوط. أهالي العوير وأهالي الراشدية بالفعل يتقدمون مع مقدمة هذا الشوط المركز الثاني، وتابع القدوم والانطلاق على المركز الثاني من قبل قطرة اللي تحتل المركز الثاني من بداية الانطلاقة وهي مسيطرة على هذا الموقع، تحتل المركز الثاني، تعود ملكيتها لمطر بن سالم بالعرطية الحميري، ينطلق بالعرضية ليبحث عن الفوز ليبحث عن الانتصار في انطلاقة هذا الشوط المركز الثالث. وتابع الانطلاق القادم على مستوى المركز الثالث في هذه اللحظات، واصل شذا بلبطي بن محمد بن راشد الغفلي يتقدم في المركز الثالث ايضا في هذه اللحظات، شعار المهندس ليحتل المركز الثالث، بينما ننتقل إلى المركز الرابع ليتابع خيرة على المركز الرابع في هذه اللحظات لراشد بن عامر بن دعفوس المنصوري، بينما المركز الخامس اللي واصل في هذه اللحظات مناورة، وأول ندى لمناورة في هذا الانطلاق الجميل سعيد بن غدير بن عبيد الاكتبياتي ليحتل المركز الخامس ليقدم لنا مناورة. هكذا النداء الثاني، هكذا هي الأسماء المشرفة في أرضية هذا الميدان في صباح هذا اليوم. وبعود
اعود الى مقدمة الشوط، بعود الى الصدارة والى المركز الاول في هذه اللحظات. انطلق الشذا على مقدمة الشوط مع الخمسمية متر الاخيرة، وتنطلق بشعار المهندس، شعار قوي ومعروف، شعار صال وجال في العام الماضي بانتزاعه للسيارات. سلام يا اللبسة، سلام سلام يا فلي المعلة، سلام سلاماتنا خلاص إلى هالي فلي المعلة، وسعدت صباحا بكل خير على فوز شذا، أحد الأسماء المتميزة اسم شذا يقدمها المهندس. وبدون يوامر تهانينا لبطيب محمد بن راشد الغفلي، والتهنية لك يا المهندس على فوز شذا وانتزاعها ناموس هذا الشوط بدون اي اوامر. المركز الثاني اتت فيه مشاهدينا الاعزاء مناور لسعيد بن غدير بن عبيد الاكتبي، المركز الثالث كان من نصيب خيره لراشد بن عامر بن دعفوز المنصوري، المركز الرابع برشلونه لمحمد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي، المركز الخامس فاصبح من نصيب سمره لسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي. هكذا مشاهدينا الاعزاء النتيجة للخمسة المراكز الأولى، وتابعتوا هذا التحدي الجميل التي قدمتها شذا، وتذهب بالسلامات مباشرة إلى أهالي فلي المعلة، والتوقيت الزمني 6:31. تهانينا